بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام، وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد عباد الله، فقد تهاون كثير من المسلمين في هذا الزمان بأمر الصلاة، فمنهم من تركها بالكلية، ومنهم من تخلف عن أدائها في وقتها، ومنهم من يصلي في المواسم والمناسبات فقط، وما ذاك إلا لأنهم جهلوا قدرها عند الله جل وعلا. ومن عظيم قدرها عنده تبارك وتعالى أنه أمر بها أنبياءه ورسله المكرمين، فقال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول تبارك وتعالى في شأن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنده مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعيسى عليه السلام يحدث بنعمة الله عليه فيقول كما جاء في القرآن: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال جل وعلا مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن عظيم أمرها، أمر الصلاة أيها الأحباب، وكبير فضلها عند الله تبارك وتعالى، أنها لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت في السماء. كل شرائع الدين فرضت في الأرض، نزل بها جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يوحي إليه بأمر الله تبارك وتعالى فيها. إلا الصلاة، لعظيم قدرها وكبير فضلها عند الله تبارك وتعالى، شرعت في السماء لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عظيم أمرها كذلك وكبير فضلها وقدرها عند الله جل وعلا أنها الصلة بين العبد وربه، أنها الصلة بين العبد وربه، فمن قطع الصلاة وتركها فقد قطع صلته بالله تبارك وتعالى. فمن عظيم قدرها عنده تبارك وتعالى أنها تصل أرواحنا بالله تبارك وتعالى، فهي الصلة بين العبد وربه، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومن عظيم فضلها وعظيم قدرها كذلك أن الصلاة أيها الأحباب لا تسقط بحال من الأحوال أبدا، بخلاف بقية الأركان، أركان الإسلام. فالزكاة قد تسقط أحياناً، لها شروط معينة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت ملكاً يملكها الإنسان فيزكي. أما إذا اختلت هذه الشروط ولم تكتمل أو سقط شيء منها سقطت الزكاة. الصيام كذلك أيها الأحباب، الصيام شرع
فإن عجز الإنسان عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه فإن الصيام يسقط عنه، والحج كذلك، فرضه الله تبارك وتعالى وقرنه بالاستطاعة. فإن استطعت أن تحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت، فإن لم تستطع سقط عنك الحج. هذه أركان الإسلام. أما الصلاة أيها الأحباب لا تسقط أبدا. إن كنت مسافرا تصلي، وإن كنت حاضرا تصلي، إن كنت مريضا تصلي، وإن كنت معافا صحيحا تصلي، كبيرا تصلي، صغيرا تؤمر بالصلاة، امرأة تصلي، رجلا يصلي، الصلاة لا تسقط أبدا، وذلك من عظم قدرها عند الله تبارك وتعالى. أيضا من عظيم قدرها أنها وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، عند آخر رمق في حياته عليه الصلاة والسلام. والميت أيها الأحباب عندما يموت أو يقارب على الموت، يكون على فراش الموت، فإنه يوصي قبل موته، يوصي ويوصي بأحب الأشياء إليه، ويوصي بتقوى الله تبارك وتعالى، يوصي بما يعظم قدرنا عند الله تبارك وتعالى. فقد وصى بالصلاة، فقال عند موته وهو ينازع عليه الصلاة والسلام في آخر رمق من حياته، كان يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، ثم يغشى عليه الصلاة والسلام، وكان يرددها عند موته لعظم قدرها، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يختل ركن من أركانها، ولا يجوز لأحد منا أن يتركها أو يتهاون في أدائها. فكان يقول عند موته: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. كذلك من عظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى أن الصلاة، وهذا قد يخفى على كثير من المسلمين، أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإن فسدت الصلاة فسد سائر عمله. قد يأتي الإنسان ببر وصلة ومعروف وإنفاق وصدقة وصيام، لكن ليس له حظ في الصلاة، فليس لأعماله أي قدر، ستكون هباء منثورا والعياذ بالله. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بعض الناس أيها الأحباب يتجمل ببره لوالديه، يفاخر بصلته لأرحامه، يحرص على الإنفاق أو الصدقة، يحرص على الكرم، يحرص على سائر الأخلاق الإسلامية التي أمر بها الله وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه في شأن الصلاة لا يصلي. وسوف يأتي بيان لما يتهاون كثير من الناس في الصلاة. أيضا من عظيم قدرها أنها من أعظم صفات المؤمنين. قال الله جل وعلا واصفا المؤمنين: الذين هم على صلاتهم دائمون. لاحظوا، دائمون، لا يصلون أوقاتا ويتركونها أوقاتا أخرى. الذين هم في صلاتهم دائمون، ثم أعقبها بعد آيات: والذين هم على صلاتهم يحافظون، لا يضيعون الصلاة. وهذا كله من عظيم أمرها عند الله تبارك وتعالى. وقد رهب الله تبارك وتعالى من تركها أو التهاون بها، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتدرون ما غي؟ أتدرون ما غي الذي توعد الله به من أضاع الصلاة
فخلف من بعدهم خلف صفاتهم أنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات التي تصرفهم عن الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قال بعض أهل التفسير أنه بئر في قاع جهنم. احذروا يا من تركتم الصلاة، احذروا يا من تصلون أوقاتا وتتركونها أوقاتا. هو بئر في قاع جهنم يسيل منه صديد أهل النار والعياذ بالله. فكل من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقى هذا المصير والعياذ بالله. وقال أيضا جل وعلا في شأن المتكاسلين عن أداء الصلاة في أوقاتها، هم يصلون لكنهم يؤدون الصلاة في غير أوقاتها، يتكاسلون عن أدائها في أوقاتها، يؤخرونها عن أوقاتها حتى تدخل في أوقات أخرى، صلاة تلو صلاة. يقول الله عز وجل فويل للمصلين. فويل للمصلين ما هي صفاتهم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا أخواني الأمر عظيم، الله عز وجل توعد المصلين الذين يسهون عن صلاتهم ويؤخرونها عن وقتها، فما بالكم بالذين لا يصلون بتاتا أو بالذين يصلون أوقاتا ويتركونها أخرى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، هذه صفاتهم، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أيضا يقول الله عز وجل في الحوار الذي سيكون بين أهل اليمين من المؤمنين وبين تارك الصلاة أهل النار يوم القيامة، يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة. النفس المؤمنة والنفس الكافرة، كل أيها الأحباب مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. انظروا ما هي صفة المجرمين الذين سلكهم الله عز وجل في سقر وهي النار، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار، لماذا انتهى بكم المقام إلى مثل هذا؟ ما سلككم في سقر؟ أول سبب أدخلهم النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. ويقول جل وعلا عن حال تارك الصلاة والسجود له سبحانه، الذين يتركون الصلاة، يتركون وضع الجباه في السجود لله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل عنهم يوم الدين يا من ترفعت عن السجود لربك، يا من تكبرت عن الركوع له تبارك وتعالى، يا من اعتززت وتفاخرت ببعدك عن الصلاة لربك تبارك وتعالى والخضوع له، يقول الله عز وجل وهي حال لكل من ترك الصلاة وهو آمن في الدنيا معافا في بدنه ثم ترك الصلاة، يقول الله عز وجل عن أولئك، يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنت الآن صحيح معافى، أنت الآن معاف في بدنك، آمن في وطنك، والرزق من الله تبارك وتعالى يتنزل عليك صباح مساء، نعمه كثيرة عليك، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد تبارك وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون، يا من ظننتم أنكم ستوفقون إلى الهداية والسجود لله عند الموت، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون،
خاشعة أبصارهم لا تطرف ولا تغمض، فهي شاخصة من الخوف يوم الدين من ذلك الموقف العصيب. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلة العصيان وذلة البعد عن الله تبارك وتعالى وذلة مخالفة أمره تبارك وتعالى. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الآن أنت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فتأبى إلا أن تسد أذنيك، تأبى إلا أن تكبر أمر كل شيء إلا أمر الله تبارك وتعالى. ينادي المنادي الله أكبر أكبر من كل شيء، فتأبى إلا أن تعظم أمر كل شيء إلا الله تبارك وتعالى. وقد أخرج البخاري في شرح هذه الآية أو في تفسيرها، أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، وفي رواية: فيصير عظما واحدا لا يستطيع السجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومن الأخطاء الشنيعة والشبه الخفية التي تتعلق بترك الصلاة الآتي، أي الذي يدفع الناس لترك الصلاة: أولاً، بعض الناس أيها الأحباب يتركون الصلاة لأنهم يعصون الله تبارك وتعالى، زين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل، لا يستطيع أن يصلي، هو يتعاظم أمر الصلاة: كيف أصلي وأنا أعصي الله تبارك وتعالى؟ وهذا من عظيم وسوسة الشيطان وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيقول الواحد منا: كيف أصلي وأنا مقيم على المعصية؟ يا أخواني، شرب الخمر معصية، الزنا معصية، عقوق الوالدين معصية، قطع الأرحام معصية، كل معصية فهي ذنب وإثم، لكن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنا لا أقر تلك الذنوب والمعاصي، لكن ما المانع إن كنت مسرفا على نفسك بالمعاصي والذنوب أن تصلي؟ بعض الناس يتعاظم أمر الصلاة: كيف أصلي وأنا أشرب الخمر؟ كيف أصلي وأنا أعاكس البنات؟ كيف أصلي وأنا أعق والدي مثلا؟ كيف أصلي وأنا أقطع أرحامي؟ كيف أصلي وأنا أسيء للمسلمين بلساني؟ كيف أصلي؟ نقول: صلي، ولو كنت تفعل تلك الأمور صلي، لأن ترك الصلاة كفر وتلك ذنوب ومعاصي، عسى الله أن يغفر لك. من الأخطاء كذلك والشبه الخفية التي تخفى على كثير من الناس ويزين فيها الشيطان على الإنسان، أن بعض الناس يعلق فعله للصلاة ومواظبته عليها على المشيئة: إن نصحته بالصلاة قال: إن شاء الله أصلي، إن شاء الله أهتدي، إذا شاء الله تبارك وتعالى هداني. سبحان الله، لما لا نعلق المشيئة في الرزق مثلا؟ والله جل وعلا يقول: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما نعلق الرزق، لما نعلق الهداية في الصلاة وفي فعل الخيرات والعبادات، لما نعلقها بالمشيئة وغيرها من الرزق ومصالح الدنيا لا نعلقها بالمشيئة؟ وهذا من الخذلان والعياذ بالله. أيضا
بعض الناس وهو مشاهد وكثير للأسف يحافظ على صلاة الجمعة فقط، لا تراه إلا في صلاة الجمعة فقط، أما في سائر الأيام من بعد الجمعة إلى الجمعة التي تليها فلا يعرف للصلاة طريقا ولا يعرف للسجود سبيلا، ثم يأتي بحكم أن من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وما يدريك لعل الله أن يقبض روحك بين الجمعتين، وما يدريك لعل الله أن لا يوفقك لبلوغ الجمعة الأخرى. كذلك من الناس من لا يصلي إلا في المناسبات، إذا جاء رمضان امتلأت المساجد، إذا جاء موسم الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة امتلأت المساجد، إذا جاء وقت الاختبارات امتلأت المساجد من الطلاب والدارسين. لما؟ إنه الخذلان وكفى، من يفعل ذلك فهو مخذول. لذلك من توفيق الله للعبد أنه يقوده إلى الصلاة. اعلم أنك إذا حافظت على الصلاة فأنت موفق، وإذا تركت الصلاة فأنت مخذول والعياذ بالله. أيضا بعض الناس يصلي لمصلحة أو حاجة أو رياء أو لأن الناس صلوا فصلى، أو خوف العتاب يعني ذكره بأنه لا يصلي لأنه يريد أن يتزوج بعد فترة، فيريد أن يبلغ الذي يريد منهم أن يتزوج أنه يصلي. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، هذه صلاته مردودة عليه لأنه لم يخلص فيها لله تبارك وتعالى. كذلك بعض الناس يخاف إن صلى أنه يهتدي مثلا أو يلتزم، أو يخشى إن صلى وحافظ على الصلاة إن قام من مجلس مثلا من مجلس أصحابه أو رفقته إلى أين ذاهب يا فلان، قال أريد أن أذهب إلى المسجد ليصلي، يخشى أن يضحك عليه الناس. والله عز وجل يا أخواني، الله تبارك وتعالى ذكر لنا هذا المشهد العظيم يوم الدين من الذين يضحكون من المؤمنين، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. في الدنيا يضحكون لأنك تصلي، تحافظ على الصلاة، تحافظ على الذكر، تحافظ على طاعة ربك، يضحكون منك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. انظروا إلى فلان ذاهب إلى المسجد، فلان بمجرد سماعه لحي على الصلاة حي الفلاح قفز من مكانه ووثب إلى الصلاة، يضحكون منهم. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء مساكين، هؤلاء متشددين مثلا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ما هي العاقبة؟ قال الله عز وجل في خاتمتها: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لذلك نحذر أن تكون تلك النوايا. أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اعذروني أيها الأحباب على الإطالة في هذا، ولكنه أمر خطير وخطب جلل
أمر الصلاة أمر عظيم عند الله عز وجل، لا يجوز لنا أيها الأحباب أن نقصر فيها لا أمرا ولا فعلا. لذلك يكثر عند المسلمين السؤال عن حكم تارك الصلاة، وهل يبقى مسلما أم ماذا؟ فالجواب أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. نحن لسنا من الجماعة التكفيرية التي تكفر على الشاردة والواردة، ولكنه حكم الله عز وجل لا بد من بيانه. تارك الصلاة أيها الأحباب كافر، لقول الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وقولهم والنظر الصحيح. أما من القرآن فإليكم الأدلة. يقول الله عز وجل عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن المعلوم أيها الأحباب أن الأخوة لا تنتفي بالمعاصي والذنوب. من فعل معصية فهو أخي إن كان مسلما مصلي، لكنها لا تنتفي إلا بترك الصلاة. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله في حديث بريدة رضي الله عنه في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما أقوال الصحابة فقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقول شقيق عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما من جهة النظر فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وقدرها عند الله تبارك وتعالى ثم يأبى إلا ترك الصلاة؟ وإذا تبين ذلك كله فإن تارك الصلاة أيها الأحباب يترتب عليه أحكام المرتدين. وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن أو أنه يدخل الجنة أو أنه ينجو من النار ونحو ذلك. ومن الأحكام المتعلقة به أنه لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل، ولا تحل له الزوجة به، لقول الله عز وجل عن المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة، للآية التي ذكرناها سابقا. ثالثا أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح ذبيحة فإن ذبيحته لا تؤكل. لماذا؟ لأنها حرام. ولو ذبح اليهودي أو النصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها، فيكون والعياذ بالله ذبح تارك الصلاة المصر على تركها والمستمر على تركها ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى. رابعا أنه لا يحل أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خامسا أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، الرجل مسلم يصلي والابن لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد من العصبة، من الذي يرثه؟ ابن عمه البعيد دون ابنه القريب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. سادسا أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه
ولا يدفن مع المسلمين، فماذا نصنع به؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له. وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين لكي يصلوا عليه. سابعا، أنه يحشر تارك الصلاة، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة، ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر لا يستحقها، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيا أيها العبد المذنب بترك الصلاة أو التهاون بها، اعلم أن الأمر عظيم والخطب جليل، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وبالمحافظة على الصلاة، واجعل من هذه الصلاة صلاة الجمعة، اجعل منها إذاناً منك وإعلاناً وعهداً لله عز وجل ومع الله تبارك وتعالى، عهداً بالمحافظة عليها حتى الممات. فإن الإنسان أيها الأحباب لا يدري ما يعرض له، ولعل أجلك قريب، فلتكن ممن إذا قارب رحيله وفق إلى طريق الهداية. جعلني الله وإياكم من المحافظين على الصلاة، وممن قال الله فيهم: والذين هم على صلاتهم يحافظون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم إخواننا الذين قضوا نحبهم في سبيل نصرة المسلمين في غزة. اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم. اللهم ارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.